مساكم الله بالخير. اليوم زوارة عندنا في البيت، زايرتني بنيتي بتول دشتي ما قصرت على عنوتها، حياك الله. تستاهل العنوة الله يحييك داود. البتول فنانة في الطباخ وفنانة في اختيار الأكلات اللي ما حد يسويها، يعني أكلات تكون هي بس تقدر تسويها وتشيخ عليها، ما تقول إن والله بس بسوي مكبوس ولا مطبق ويلا أكل البيت، لا لازم شيء مسنع ولا أصل ولا تاريخ. بتول اليوم بتقدم لنا أكل إيراني، أكل إيراني الأصل يسوونه التجار هناك، لأن ما حد يقدر يسويه ولا ينباع بالمطاعم، لأن الإنجريديت اللي فيه جدا غالية ويعتمد على أشياء شيء يعني أغلى سبايس بالدنيا اللي هو الزعفران. فجايبة وياها الزعفران. نعم. أمها ما قصرت وعطتها من الزعفران اللي عندها. تستاهلون. الله يسلمك. الزعفران هذا قصته قصة، هو لازم يقعدون الفير وياخذون بطن. ياخذون البطن شو اسمه الوردة. الوردة اللي هي نعم، ولازم ما ياخذون الأبيض وياها. شعرة شعرة وينقونه، فعشان كذي سعره غالي وريحته طبعا ما أقول لكم. والطبخة اللي بتسويها اليوم بتكون اسمها دياي بالزعفران. دياي روست. دياي روست. روست مر. هاي الطبخة أساسها الزعفران. إيه. أوكي، وراح أسوي إن شاء الله ماهيتشة عبارة عن موزات اللحم. إيه نعم. هم الأساس بالطبخة زعفران. فاليوم كله زعفران بزعفران. بابا سليمان عاد مش بسوي، إحنا بنسوي اليوم مكبوس سلطاني. العادة إحنا لما يجينا ضيف نسوي له الذبيحة. بس عندنا الطيور وعطي الله ولحم وطير مما تشتهون أشكال ورناك، عندنا البط عندنا الحمام عندنا الدياي. فاليوم بنسوي مكبوسنا على بط وحمام ودياي ونسوي، بس أنا ببتدي فيه الحين وبعدين بروح وياكم ويا بتول الله يسلمها بنشرح طبخاتها عشان أخليها تاخذ راحتها ما قاطعها. اللي عندي أنا طبعا طابخ هناك كمية، عندي بطة ودياية وحمامتين اللي أنا بسويهم حق البيت، عندي بصل حق الكوح راح اسلقهم سلق عادي، بخلي البصل هني تقريبا راسين بصل مبسوطين، وعندي طبعا حق السلق ورق الغار ودارسين وستار وهيل مرضرض عدل، ولا تقولوا الملح تلي، لا الملح من اول شيء، وهذه حبه ملح، فانا عندي ثلاث تقريبا ثلاث هذه الملح، وعندي بهار مشكل اللي هو شويه كاري بهار الهيل حبيبة فلفل أسود كركم خفيف ودارسين وهذا إبزار المخلوط. حطينا كل هالأشياء أخليهم يغلون على النار. بسم الله. بتول طبعا راح تغلي نفس الشيء، عندها أشياء راح تسويهم كذي وأشياء بتسويهم غير، فهذا بيطبخ على راحته. أنا عادة بالكويت المكبوس ما يحطون طماط، أنا أحب أضيف شوية طماط والباقي أخليه بالحمسة، فشوية بالفوح وشوية حق الحمسة مع العيش. هذه عشان بسوي شوية عيش هني غير اللي مسوينا داخل اللي بتشوفونه تاني من عرض بيكون مجهز داخل. عندي البط، عشان التخلصون من زفرة البطة تكركم وتملح. عاد تسوي مثل بتول ولا لا؟ هذا الرقبة وهذه القانصينة هذه ما لنا شغل فيهم، شلناهم الحين. تنقسل زين وتكركم وتملح ويخلونها مدة لين يروح عنها الزفرة مالتها. عقب شنو عندنا؟ نبهرها تبهير عادي. الشيء اللي تعلمته انك تاخذ حبتين من الستار او حبة حق البطة، تستخدم حبة وندقها نعيم. كماري وين راحت؟ ها؟ مو انت اللي قلتي بتسوي البطاطس، ليش حقرتيني ورحتي عني؟ هذه بتول جايتنا ضيفه بتطبخ طباخها وطباخنا بعد. انزين هذا شوفوا الستار طحناها حطيها بطنها فركي فركي فيها عدل كلش زين. غير الستار حق البطن عندنا بصل، ناخذ تقريبا حق البطه راسين بصل في المطحانه نطحنهم ونحط وياهم من البهار المعتاد مالنا وندهن بطن البطه. اخلي اخلي ايوه، وخلي حق الحمام وحق الديان. هذا اللي بتسويه الحين كماري، تدهن بطن الحمام بطن الدياي، هذا الحميمات عندنا مكسورين نفس الطريقه، والدياي هذه شويه هيل شويه كاري كركم دارسين شويه بزار مخلوط حبيبة ملح بهريهم عدل، هذه وهذه وهذه، بعدين حط البصل من هذه فيهم كلهم بصل بطنهم. خليني اقول لهم على الحشوه، شوفوا يا جماعه
حشوتنا طبعا ما ابي اقلب روسكم وقعد حمس ساعه واقلب لكم عيش مسلوق نص سلقه، العيش اللي تفضلونه سواء مصري او سواء امريكي او سواء عيشنا البسمتي العادي، ولحم مفروم ينحمس مع البصل. وين البصل نعيم؟ ساعه كان عندي شالو؟ لا قهوه. اللحم مع البصل مع شويه اللحمه اللي هي محموسه بروحها، نخلطه مع العيش. انا خالط حق الكميه اللي عندي كيلو لحم مفروم مع تقريبا ثلاث شيلات او شيلتين ونص عيش مسلوقين نص سلقه، وخلينا منهم هذا عشان نحشي، واللي يزيد منه ما راح نقطعه نحطه على الوجه الثاني. تحشون البط والحمام وجاي نفس الحشوه، وعندنا الماي لازم نخليه يغلي. شوف الماي شلون يغلي. الحين عقب ما تحشيهم بننزلهم في ماي السلق هذا واللي مملح اساسا. الوقت البطه تاخذ ساعه ونص الى اكثر شويه، الدجاجه تاخذ ساعه، الحمامه تاخذ 45 دقيقه. انا اسلقهم نفس الجدر واحسب لهم 45 دقيقه شلت الحمام، كمل الساعه شلت الدجاج، كمل الساعه ونص شفت البطه ناضيه. اذا هي بنيه وصغيره حتنضب بسرعه، واذا هي لا والله عشرت كبيره تاخذ لها وقت شويه. فاحنا الحين بنخليها الله يسلم عمركم هذا الماء يغلي. يلا كماري وين راني عشان نحشي؟ خلصتي؟ يلا تفضل حط الحشو عشان نرد حق بدو تشرح لنا طبخك. خلي كماري تحشي وارد لكم عشان نشوف طبخات بتول الجديده الايرانيه الحلوه اللي ما هي موجوده في كل بيت الا بيوت معينه اللي ما زالوا محافظين على التراث اللي جابوه والاكل اللي وصل وياهم من الديره الام. عساكم سالمين، نشوفكم بعد شوي. ردينا لكم مرة ثانية عشان نكمل طبختنا. الحين عندنا هذا الحمام مستوي محشى وخالص. نعم، هذه الحمامتين وهذه البطة. بسم الله. وهذه الدياية. هذا ما نعتازه، نشيلكم منه. مثل ما قلت لكم ساعتين الزمن كله راح نقسمه. الحين من البداية أول ما يبتدي يفور 45 دقيقة راح نطلع الحمام يكون استوى. بكمل الساعة تكون استوت الدياية، ساعة ونص نشيك على البطة إذا استوت ولا تبي لها خمس دقائق زود يشيلهم. عقب راح نوريكم شو يصير. الحين نبتدي مع البتول. هل هذا يستوي؟ عندنا ماي حار يطبخ. ماي حار يطبخ. أول شيء الأكلة شنو الحين نبتدي فيها؟ الأكلة طبعا هي أكلة إيرانية اسمها ماهي تشا. ماهي تشا أكلة إيرانية هم معتمدة على الزعفران. على الزعفران. وكان يسوونها العوائل الصغراطية هذه. مو أكلة الشارع، مو الكيلو كباب واللي تشوفونه بالشارع والشبزي، لا هذه أكلة ناس الصغراطيين يسوونها، أو الناس اللي يقول إنه العليوي، ناس الهاي اللي هم يعرفون المعنى مال الزعفران، يكون عندهم حقول من الزعفران ويشتغلون عليه. نعم، ولما يكون في عندكم ضيوف يعني تبون تكرمونهم حاشمين تقدمون يعني لهم إيه؟ تقدمون لهم الأطباق هذه. هذا الماي مسلوق ماي خالي اول شيء. بس عندي نقطه بقولها ان الماي تشا ممكن نسويها بموزات اللحم او نسويها بالرقبه، رقبه الخروف. نعم يستويها. المهم لازم تكون اللحمه الدسمه، اللحمة اللي هي دسمة. متدوخل فيها الدسم. نعم. انزل اشيلها عنك انزلها بالماي ان شاء الله. بسم الله. طبعا اول شيء راح اسلق اللحم. نعم. نفس المشبوس، مشبوس اللحم شلون نسوي؟ نفس البهارات والمكونات اللي راح نستخدمها حق سلق لحم المشبوس راح استخدمهم، اللي هم بهارات الحب. ايش قدر تبين من البهارات حطي على على على, على, على مقدارك ان شاء الله. هذه الحين خلينا نقول موزتين، حبتين دارسين، حبتين ورقات، ورق الغار، حبه نجمه الوستر، حبتين قرنفل اللي هم المسمار. نعم. وحبتين الهيل. نعم. اوكي، هذيلا بخصوص بهارات الحب. والبهارات المشكلة راح استخدم. بهار المخلوط. هذا أول واحد. هذا الأول واحد. نعم. لأن موزتين فراح استخدم تقريبا نص قفشة. إي بس هي بهار المخلوط. نقطع فيه وكركم. كركم. نعم. هذا الكاري. تستخدمين الكاري ها؟ إي والكاري بس. نعم. اكتفي بالبهارات هذه. الهيل ما يحتاج لان انا اوريدي حاطه هيل. بنخلي بصل، راح نحط شويه بصل، شويه شرايح. حط شويه بصل. خلي كم شريحه بصل. بس عشان تنطع فيه. على اساس ايه. ايوه.
بنخليه يستوي. الموزات عادة ياخذ ساعتين من الطبخ. ساعتين إيه؟ عشان يصير على قولتهم ذايب فول اوف ذا بونز. انتهتي. فاحنا بنخليه وبنشوف الحين شن هو مقادير الطبخة الثانية. ولا تبينا نكمل على هذه؟ لا نخلي اللحم يستوي. إيه؟ تالي بعدين لما نسوي الدياي إيه؟ بعدين نرد له ان شاء الله. لان انا اوريدي عشان احنا ما نقص لان الطبخة هذه عبارة عن جزئين. بعد ما يطبخ نسوي الجزء الثاني او نكمل الطبخه يعني بعد ما يستوي. ممتاز. خلينا نشتغل عيل بالشغله الثانيه، نحضر الحين اغراضها ونرد لكم نقول لكم ايش بنسوي على طبخه الدياي العجين ان شاء الله. الموزات عندنا استوت عدل؟ عدل. يا ابوهم كاهم موجودين؟ موجودين. نعم. ترى نقول لكم ترى ضفنا الملح مع الاستوى. بعد ما استوى. الحين ايش بنسوي؟ نحمي هذه المقله. الحين نحمي المقله. بسم الله. راح نضيف شوية زيت. حلو. هذا نسقي بشكل يمك. عندنا هني بصل مقطع شرايح جوليانز. اوكي. تقريبا حق الموزتين. حق الموزتين استخدم تقريبا بصلتين متوسطين مو كبار. اي تمام. هذه الكمية كافية. حلو. طبعا راح اشوح البصل لين يذبل. وتالي راح اخليه يصير لونه ذهبي يعني يشقر. اي وبعدين اكمل ان شاء الله. كملين عليه الطبخه ان شاء الله. اخليها هذه شوي على النار هاديه هالشكل ما مايه. الحين هي بتشوح البصل. انا لان احنا ودينا البط يستوي في هالمده هذه سوينا البط كبا اوريكم اياه. بسم الله. هذا الحمام هاتي بعد دقيقه ان شاء الله. هذه البطه وهذه الحمام وهذا الدياي. كل اللي بنسويه الحين عندنا يا جماعة هذا ماي ورد والزعفران عشان يودون يقلونه داخل. وندرون عليه شوية الدارسين ناعم. هذا الدارسين كان هنا يمي عشان يتحمر. تبونه بالفرن او تبونه مقلي؟ مقلي. وطبعا المقلي بتقرمش مقلي اكثر واحلى. اي واحلى. نعم كل شيء فيه الدهن يصير اونس. نعم. ابي الحين كماري تاخذ البط والحمام وتقلي لي اياه على طول ما انا ما الله يسلمها بتول بتحمس البصل. خلي احنا المقله عندي هني الماي مال البط والحمام والدياي اللي سويناه. اي خليه يمك ابوي بس هاي شنو انا محتاجه حق العيش هذا. نحمي هني الجدر. انا تدرون فيني ما استغني عن رايس كوكر اسرع لي. فانا منقع ثلاث شيلات عيش ابى احطهم هني وعندي الماي مال السلق مال البطه والحمام والدياج. راح يطلع لكم طعم غريب صدق طعم ملوكي سلطاني. يعني راح تذوقون اكله انتم تقولون يبا شلون يركب الدياج مع البط مع اللحم يركب. مع اللي يركب راح يعطيكم طعم مميز. ومحشوته غير حشو الفوقي حشو المكبوس واللي داخل محشي بالعيش واللحم. عيش واللحم. نعم. عشان اسوي انا بحط له شويه زبده بحط القاعه تحدو دي تقريبا ربع قالب زبده مع شويه زيت. الزيت عندك؟ حط شويه الزيت. ما يبي زيت وايد لانه اساسا الماي بعد دسم. في تسومه بخليه بس يذوب وبخليه شنو يبه احمر شويه طماط. احنا نحب طعم الطماط بالعيش. اكو ناس ما يستحبونه. انا وايد اكلي كل مكابيسي اضيف لها شويه طماط اعطيه مزازه للطعم. طماطه تقريبا طماطتين مثومين ناعم وبخليهم يحمسون على الراحه هي دقيقه واحده مع شنو هو ذره هيل وخليهم يحمسون وانطر الماي هني يغلي مرة واحدة وبحط العيش وبنزل فوق الماي في طول ما يتحمر البصل ورد لكم مرة ثانية نكمل التحميرة ونكمل الشغل اللي احنا نسويه. الحين استوى البصل وياك بتقول؟ اي نعم خلاص استوى. الحين راح اضيف الزعفران. حلو. طبعا انا مهم عندي ان البصل اللي استخدمه يكون البصل الاحمر مو الابيض. ها. يعني يفضل الاحمر بس اللي ما عنده احمر عادي يستخدم البصل الابيض. حلو. الحين هذا البصل حمرناه. هذا البصل حمرناه. يعني ياخذ لون الشقار اللي نبي. بالنسبه هذا بالنسبه حق بتول، بالنسبه حق ددري انا شو حمست الطماط.
مع الزبده مع شويه الهيل. هذا نفس الشيء بالنسبه حتى حق الجدر العود. وبعدين حطينا العيش نفورقه فيه ونساقيه بالماء المخلوط. هذا عندنا ماء الطيور اللي سويناه. فورقه بالطماطه هذه اللي حطيناها. طبعا يدكم هذه صارت الفوضى. لازم شوفوا عندنا الماء يغلي على طول. ابي المغرفه. وين المغرفه كماري؟ راح نساقيه بالماء. هذا مفتوح. هذا بوش سليمان بالعيله ما يبي ينطر لما هذا. فانا اخذ الماء الحار ونساقيه. اقياسه اللي نبي. شفنا يبي زود بنزيد ثاني بنضوب ملحته ونخليه على راحته. عقب نبخها بالزعفران من فوق وتسكر على راحته. بسم الله. يا جماعه لا تطوفكم هالطبخه، ترى صدق عجيبه. عشان كذي انا سويت كميه صغيره هني، وهناك مسوين كميه اكبر حق المجموعه كلها. وما قصرت هم نفس الشيء. بتول جايبه من جميع الاكل اللي بتسويه. طبعا انت مو معقول تقول بتول يبا انا ما اطبخ موزتين، انا اطبخ حق عائله. فمسويت لنا هناك 8 موزات ومسويه دياي ومسويه خيرات الله كلها. بس بنوريكم الحين الطريق. شوفي باش كدر تسمت تنزلين اللحم ولا بعد؟ لا الحين انزل الزعفران. طبعا حق الموستين راح استخدم نص قفشة زعفران، الزعفران لازم يكون مطحون. نعم. اوكي. حط الزعفران وحمص البصل. حلو. الحين راح انزل الموزات. ما نزلت الزعفران الحين؟ اي نزلت الزعفران الحين على طول انزل الموزات. حلو. داين عندكم ولا اشيل هذا عنكم كذي احسن؟ طبعا الحين اقصل على النار، لازم النار تكون واضحه. نار هاديه ان شاء الله. نار هاديه. هذه هدينا على النار. ما شاء الله الموزات مستويين عدل. اي مو ذايبين مره واحده. والحين راح اعطي رشه ثانيه من الزعفران على الموزات. فهذا اللي بيكون بهاره. شوف ما شاء الله انت بس تحطين الفوق ريحته قويه. اي بس الزعفران هذا البهار الوحيد اللي راح استخدمه. وطبعا راح اخذ من ماي سلق اللحم. تقريبا حق الموزتين اقل من نص كوب، اقل من نص كوب ماي. بس انه شوي يرقرق تحت. اي نعم. تمام. وش؟ بس كذي كافي. حلو. اشرب علي هذا البس حتى فوقه ولا لازم ما يبي فوق؟ لا عادي خلي كذي لان راح نرد نقلب اللحم. بتقلبينه؟ اي راح اقلبه. خلاص الحين راح اخليه على نار هاديه. غطي عليه؟ أغطي عليه. هذه المنطقة. خلينا نبتدي بالطبخة الثانية. 10 دقائق وبعدين إن شاء الله نرد نقلب اللحم. أيه. وتاخذ لك كذي 5 دقائق ثانية وخلاص. ممتاز. الحين يا جماعة احنا كتينا العيش هني وراحوا يقلون البط وقلون الحمام. طبعا ما بيأطشر من الدهن ولويا، كلكم عارفين طريقة القلي. راح يقلون البنات داخل وحطينا العيش هني يستوي. وهذه اللي اسمها الماهيشة. الماهيشة قاعدة تستوي على نار هادية. بنحضر حق الطبق اللي عقب. خليكم وياي. هذه طبخة الدياي بالزعفران اللي اسمها روست. روست مرغ. مرغ بالإيراني يعني دياي. رقمي مرغ يعني دياي. وهذه روست مرغ الدياي المشوي على طريقة بالزعفران يعني. بس بنفس الجدر. مكوناتها جدا سهلة بس مكلفة. مكلفة مو الطماطم والبصل، مكلفة الزعفران. نعم. اوكي المكونات احنا عندنا دياي. طبعا زعفران والهيل. نعم. بصل وطماط وملح. نعم. اوكي وزيت ومعجون طماط وعصير الليمون. نعم. اول شيء راح نحط الزيت بعدين نضيف الدياي، نشوح الدياي شوي، تالي نضيف عليه البهارات، عفوا سوري الزعفران والهيل والطماط والبصل، كل يعني كل المكونات مع بعض. الطماط راح انا اسالك الطماط في تكنيك خلى عدل لا تقصر. اي عدل. وبعدين راح اسوي فيه مثل فتحات بالشوكه. أيوة. على اساس لما اسوي الصلصه، هي الصلصه لما راح تصير تتغلغل داخل الطماطم وتاخذ النكهات. تاخذ النكهات بهالطريقه. الحين ناخذ الطماط كله، ننتظر الجذر يحمي عشان ننزل الزيت. على اساس ننزل الزيت. حط الزيت اللي تبينه عشان يحمي. وش كلامك؟ احنا
كميه عندنا ديايتين نشيلهم الجدران حمرون او واحده ونص او واحده نسوي واحده مو مشكله لان عندنا احنا مسوين مسوين داخل نعم بس عشان يشوفون الناس شلون طريقته هذه حمينا الزيت هني حمينا الزيت نعم اللي يحمى زين دام قام يسوي تشك 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 معناته يلا تفضل اضيف الدجاج الحين على صوب الجلد ها ولا من صوب العادي؟ لا صوب العادي من تحت وراح اشوح الحين راح اشوح الحين من الصوبين خلينا ياخذ لون ياخذ لون يعني تشويحه خفيفه حلو. ممكن انه بعد ما نشوح على طول كذي يعني نخلي ممكن يستوي كذي حلو حلو خوش كلام سلام يا سلام خليك ما عليك الحين نطل على هذا هذا يطبخ ها على نار هاديه كلش وايد زينه زينه كذي؟ لا لا زين وايد زين اوكي جود وهذا عيشنا شوفوا يا جماعه لما اقول لكم العيش ده شبيوته يعني كذي واضح عندكم شوفوا ايش هذا شبيوته كل واحده كذي ريحه حلوه اي وريحته خنينه ما شاء الله الحين بس بحركه اشوف اذا يبي ما يزود او ما يزين خش ده معي اوكي انا هني ابعطيه الزعفران على وجهي خليه ينضوي وبعطيه بعد شنو يبغى قرر فيه بالنسبة لي كذي استوى انطر انا الحين طبختي تقريبا جاهزة الدياي تحمر هناك وعندي الحشو زاهب حشو على حسب اللي انتم تبونه، اكو ناس يحبون الحشو مكسرات وبصل مقلي، واكو ناس يحبون حشونا المعتاد اللي هو النخي والكشمش والكشمش والبصل محموس وعلى تسكيرة الجدر، الحين علمينا صدناك، علمينا شنو تسكيرة الجدر؟ بتول يا جماعة مو انا طباخ واطبخ جابت لي اياها قلت لها انا اقول لك اقبلك احتراما سويت هذه التسكيرة خلطة مسويتها بتول تحطها عقب ما تسكر الجدر بدل ما تفرشها على وجهها لاي طبق من اطباق اللحم او الدجاج تعطي ريحه مميزه فيها خلطه زعفران يا هيل اعشاب عطريه صراحه هي الخلطه زوجي مسويها ما شاء الله هو لانه ما شاء الله عليه يسوي البهارات نعم فهي عباره عن مجموعه اعشاب عطريه نعم. يعني سوري البهارات العطريه اللي هم الدارسين ايه؟ والورق الغار ايه؟ والستارنس والمسمار والهيل بس بمقادير معينه ايه؟ والاساس بعد الزعفران. والزعفران يعني حاطين كميه كبيره من الزعفران ايوه لان اول ما تفتح العلبه يجي وياك هلا لا والله ما يكلم أيوة. انا عندي منها من المره اللي فاتت دزتيها بعدين حتى اذا حطيت شويه ماي عليها تصير حمراء اليوم الاكل فيه ريحه حلوه قلت لي يعني هذه بتول هذه السحر تشز مال بتول تسكيره الجدر سميناها تسكيره الجدر لان لما نسوي الطبخه خصوصا المشابيس لما نيجي خلاص نبي نخدر العيش نعطيه كذي رشه من تسكيره الجدر يا سلام عليك وبعدين لما نيجي ننشف ما شاء الله تطلع ريحه وايد خنينه وايد حلوة بتول ما أخذها السالفة وراثة لأن والدتها من أشهر ايه ما شاء الله الناس اللي تقود والناس تتعلم بس عشان تذوب طبخاتها اي والله الحمد لله هذا من فضل ربي عندي أختي بعد أمينة العودة نفس الشيء أمينة ما شاء الله طباخة بعد لا يعلى عليه اي نعم أمينة اليوم عندنا جاينا جزء من الأسرة الله يسلم طالب وأمينة وشيخة مطالب وشيخة مطالب والأمورة الحلوة حياهم الله بتول صغيرة بتول كبيرة اوكي كذي احنا عندنا كاس الدجاج سوى حدث ايه؟ حتى مو شرط انه ياخذ يعني لون كامل اي نعم تبي تقلبينها على وجهها مره ثانيه ايه. في ماي مو شرط تكون مغلي حتى لو ماي دافي موجود ماي دافي ليش معية تنقلبين؟ اي مو افا عليك اعطيني هذا الثاني مو بكيفك راح تستوين وراح تنوكلين مو كيفك ايوه الحين ايش عندنا؟ الحين راح اضيف البهارات اللي هم طبعا الزعفران والهيل حلو اوكي حق الدجاج راح اخذ قفشه كامله من الزعفران ايه؟
وقشه من الهيل. حلو. طبعا نص الكميه راح اخليها من فوق الدياي ونص الثاني من تحت يعني مع الماء. ما اقلبها يعني اخليها؟ لا مو لا خلاص ما لها، لان مع الماء راح تتغلون. حلو. الحين اضيف الماء. هذا الماء احتاج كوب ماء. الماء حار جاهز. النظر اوكي النظر حار. فوق مو فوق ما؟ لا 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 مو شرط فوق. بس كذي كافي. الحين راح ننزل البصل. اي بسم الله. والطماط طبعا مثل ما قلنا لازم يتخرب، لازم يتخرب، لازم ضروري، لان الصلصه تروح لداخل تتغلى لداخل لما تطبخ. حلو حلو. هذه الخطوه وايد مهمه. اوكي الطماطه لازم يكون هذه حجمها مثل ما وصفت لي، فانا اليوم صار عندي يعني شويه على قولتهم اقول لهم تقولوا لي بابا مدام قالت لي بافندي، قلت لا ما مو معقول افندي بالدياي، اثري قالت لهم كبر حبه الافندي. حبه الافندي. اي نعم. اذا صارت الطماطه مو موجوده الحجم اللي انا اقوله ممكن نعم. تاخذون طماطه كبيره وتقصونها لارباع. اي البصل نفس يعني. الشيء. اي نعم. بس الحجم هذا الحجم هو الحجم هذا انسب شيء. نعم. وراح نضيف شويه ملح. انت ملح دياي؟ انت ملح دياي؟ لا مو ملح ولا شيء. هاي اللي يبيلها زود؟ لا مو الحين. بعدين عقب ما يطبخ يعني ياخذ نص ساعة. اي نعم. عقب النص ساعة راح احط معجون الطماط وعصير الليمون. عدل. واشوف إذا محتاج ملح راح احط ملح بعد. ممتاز. أرد لكم عقب نص ساعة عقب ما يستوي الدياي ونكمل طبختنا العجيبة الغريبة اللي على الزعفران. روست مر. روست مر. روست مر. وعندنا المهيجة. المهيجة. قاعدة على نار هادية تستوي. عقب ما استوى الدياي تقريبا ثلاث ارباع السوى حطينا على يشوفوا الدياي شو مستوي الحين، وعشان تعرفون انه مستوي ثلاث ارباع السوى انا ابي اوريهم اياه. عندك السكين انها ثلاث ارباع السوى عشان يكمل سواه مع المعجون. مع المعجون وعصير الليمون. عصير الليمون والملح بعد. ها احنا شيكنا يحتاج بعد ملح. يحتاج. فراح اضيف بعد ملح. راح اضيف معجون الطماط. نعم. راح اضيف عصير الليمون. حلو. ما في ماي زهر ماي وارد ابدا. لا. ابدا. بس حبه هيل والزعفران. وناس تقول لي ناس يسوونه من غير هيل بس زعفران. بس زعفران. ونا والشيف امينه تقول لي شويه هيل احسن. طبعا اقلب الدياي هني مع الماي. طبعا الطبخه هذه ما تعتبر مرقه يعني صلصه. لازم تكون معاها صلصه. خاثره. خاثره. نعم. أعتقد تأخذ بعد الطماط بعد المعجون. لأنه راح يأخذ اللون والطعم من الطماط بعد. إيه ما شاء الله. تبيني أقلبها دياية؟ إيه مالك. هذه العاصية اللي نسميها. على أساس إنه إيه. على أساس إنه تتنكه. أيوة تمام. وأقلب المكونات وأخلي الدياية لين تستوي 100%. والطماط ما أهرسه كذي خلي. الطماط مثل... لا خليه على عدالة. والبصل مثل ما. لما بي أقدم يا إما إني أخلي الطماط على عدالة. أي نعم. أو إني أنا أهرسه. أي. وأعطي يعني أقلبه كذي على أساس إنه يختلط مع الماي. نعم. وأقدمه. حلو. نخليه ياخذ راحته. أوريكم الحين إيش صار عندنا هني. هذا البط البطة والدياية والحمام قلوهم، وعندنا بعد قاعد يقلون شوية البيض هناك. طبعا عندنا الماعون بننشب فيه يعني اللي انا من قطر هديه ما قصروا ايش كبره، هذا اللي بننشب فيه الوجبه الاساسيه. عندنا سلطه، هذه السلطه اصلها روسيه وانتقلت لايران وصارت من السلطات المحببه هناك، وهذه اسمها سلطه المنه. سلطه اوليفيا. سلطه اوليفيا مكوناتها كهي موجوده عندكم. خلوا طبعا الزيت والليمون والمايونيز، وعندنا بطاط. طبعا بطاط مسلوق. بطاط مسلوق ومقطع. بيض مسلوق ومقطع. بيض مسلوق ومقطع. دياي مسلوق ومقطع. مسحب. ايوه. اي نعم مسحب من العظم. انا افضل ان اسوي دياي مع العظم. أي. وبعدين اسحبه عشان ياخذ النكهه. ياخذ النكهه. اي نعم. هنا عندنا بازاليا. ايوه. وخيار مخلل. خيار مخلل مقطع. أي نعم. وهذه مشهورين فيها طبعا في ايران الخيار المخلل الصغار. الحين مثل خلط السلطه، اغراضنا كلها ذاهبه، مجرد ما نخلط السلطه نبتدي نشيل. هذا شغلنا، شوف ايش حلوها.
هذا دياي هنا جاهز. نعم ممتاز. اي وهذا جاهز. الحين راح نجيب الصحون الكبار ونحطه وياهم لان عندنا هناك نسوي وياهم او نسوي بصحن بروحه عاد نشوف ايش اللي يضبط ويانا. الحين خلينا نشتغل بالسلطه. الحين اول شيء نضيف الدياي. دياي تقريبا هذه ديايه؟ ديايه كامله. ديايه كامله. ايه. حجم 1000 او 1100. 1100. اوكي. هني عندنا سبع بيضات. اي. وهذا؟ خمس حبات إلى ست حبات بطاط. بطاط نعم. يعني متوسط الحجم. أنا والله عاد البطاط كثر ما يزيد كل ما يصير أحسن يونس لأنه. أعطيني الماء الفاضي عندك. أيوه استني. وهني عندنا بازاليا تقريباً خلينا نقول نص كوب. نص كوب نص يعني علبة. نص علبة مسلوقة إي نعم. نص علبة تقريباً. بس إنه يعطي الشكل والزينة. إي نعم. وهني الخيار المخلل تقريباً قرشة كاملة. قرشة كاملة خيار مخلل. اللي هي تقريبا كوب متروس كامل خير وخلق قطعنا. الحين بتخلطينها مع بعض. خلطت طبعا الصلصة عبارة عن مايونيز. حلو. عصير الليمون، زيت زيتون وملح. ما شاء الله. نضيف المايونيز. سلام. عصير الليمون. حلو. قاصر الحشو ما جبتوا بنات، يبون الحشو عم فين بنشن. الحشو. رشة ملح خفيفة لأن المايونيز فيه ملح والبيكلز اللي ما إيه نعم كل إيه إيه بس إن هذه زيادة بالنكهة ونخلطها كلها مع بعض. حلو حلو وإن شاء الله تشوفونه وقت التقديم. حلو لازم ينخلط كل زين مع كل بعض. صبيتي على الليمون ها؟ إيه خلص. والمايونيز وزيت الزيتون والملح. وممكن تضيفون خل بس انا ما ضفت خل. اي خل الابيض. خل الابيض اللي يبي خل اللي يبي خل يقدر. هذا خل ابيض. اذا تحب ان نضيف عادي نضيف. هذا خل ابيض اذا بغيتي تزيدينه موجود. مشكلة تبغون خل ابيض نزيد شوية خل. ايوه يعطي مزازة شوية طراوة. ايوه. هذه السلطة جاهزة. حلو. نحطها ان شاء الله بطبق التقديم. ممتاز. اعطيني بهذا الحشو. اعطيني اياه. اعطيني مني هذه حق هذه حق الدياي. هذا حق الدياي. طيب خلينا نسوي الحين طبق الدياي. بسم الله. خلي بس على صوبك اي خلي بس اوكي. ان شاء الله. هذا الدياي تبين احطهم واحدين من الثانيه؟ اي ما عليك امر. ما شاء الله مفسخوا عن بعض ها؟ اي. وهذه الصلصه نحط فوقها؟ انا ما ابي الصلصه تغطيها كلش عشان يبين شكله بس خليني. حلو. عشان ما بتغطى الدياية بحط هنا على جنب. راح يستخدمون هناك وايد في ايران يستخدمون البطاط هذا المقلي حتى في القيمه مرق القيمه هم يستخدمون هذا البطاط المقلي للصحن. صح. فالحين احنا هذا موجود جاهز بس مجرد يلا زين خلي هني قدامك. هذه الموزات طبعا اقول لكم امينه مسويته الله يسلمها بتول مسويته في البيت ومجهزه تشوفون شلون بالزعفران وهذا الاضافي اللي سويناه. راح اسوي بس اخذه صوب واحد كذي وايد هذا اللي تحمر واحطه هني كذي عدل. سلامتكم وتعيشون. هذا الروستو وهذا موهيتشا. 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 تسلم دينك. الله يسلمك.
عشان انا عندي هني الجدر العود. يلا سم بالرحمن. عشان لما اقول لكم ما تشوفوا السلطاني هذا سلطاني. وعلى الطيور استغنينا اليوم عن الذبايح حتى لكم الحمام والدياي والبط وكل خيرات الله. الحين اعطيني البيض. هذا مكبوسنا زاهر وعليكم بالف عافية ونحط على السفرة. وحي الله مسايرنا وزوارنا اليوم في زوارتنا. هذه مكبوس السلطاني مكبوس الطيور المشكلة، وهذه المهيكة اللي هي موزات اللحم بالزعفران، وهذا الدياي روستمر بالدياي بالزعفران، وهذا نفس الطبق بس على تشكيلة ثانية، وهذه السلطة سلطة أوليفيا. نشوفكم على السفرة حياكم. هذه زوارتنا اليوم تجمعنا ما قصرت بتول على هالطباخ الحلو على هاللحم وهالدياي وهالعيش والسلطة الحلوة. تسلمي لكم مجبوس السلطاني. نقول لكم يا هلا وسهلا فيكم كل زوارة، إن شاء الله نشوفكم على خير. واليوم أمتعتنا صدق بالأكل الحلو الإيراني اللي على أصله جابته من هناك عشان يعرفون طريقة الأكل الإيراني المرتب المسمى. بتول مشكورة وأمينة أختها وطالب ومرته وعياله حياكم الله. يلا سموا بس تفضلوا تفضلي أمينة هالصوف. تبي تغرفين مني تغرفين مني براحتك. أنا بذوق أكلك. يلا مد يدين طيبة مد يدين. تفضلي تعالي هاتك. يلا هذا أبو داود أخذ الصحن عشان عيش الزعفران. أيوه مشكورة. يكون على شيء عجيب. ترى الكفاش وراي هني. الكفاش وراي هاش أمينة هاش. وبأذوق هذا بعد. واحد. إن شاء الله هو كله لحم. إن شاء الله يعني. ما قصرت. الله العافية. لا يطلبكم بالعافية. عجيب عجيب. شوف الدياي أمينة أمينة. الله بطة والدياي بعد عجيب. لا يطلبكم. يلا تفضل. حطيت حمام ولا ما تاكل حمام؟ لا اكل.